السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مازن أكسجين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو ده هيكون لعبة رعب، وفي نفس الوقت احتمال أقطع بعده فترة طويلة شوية، فمعلش استحملونا. المهم، اللعبة دي يعني زي ما تقول كده تضايق الناس اللي عندهم فوبيا من الأماكن الضيقة من ذا الكلام، فما حطول عليكم، بديكم بس نبدأ عن قصتها. أنا هدخل استكشف كهف ضيق وحقعد أحبي فيه وحشوف أشياء غريبة. فجهز نفسك، جيب لك وجبة عصير وسوبيا، لا تنسى السوبيا، اهم شيء السوبيا. وايش كمان بالنسبه لي، اعيد عليكم من بدري، كل عام وانتم بخير، مع العايدين والفايزين الغانمين السالمين، ورمضان كريم. يلا بينا. ترجمة الكلام يقول لك: 5 أشخاص راحوا في رحلة بحث عن أناس فقدوا في كهف كبير. بس هم في الكهف ده الكبير راحوا دوروا ما لقوا شيء، خرجوا. فالآدمي ده يقول: مو معقولة جسس كيف اختفت فجأة كذا، حقت الناس اللي ماتوا هناك. يعني يقول: بروح أجيب بنفسي. يلا بينا. إيش اللمبات دي اللي قاعد تكسر في كهف؟ في الكهف في لمبات كذا تكسر. كراول، ايش ده؟ اوه انت مزدوح. طب هذه خريطة؟ اوه انا هنا، يعني لازم الف خريطة كاملة. حلو كده، كليك يمين اصور. هذا ايش؟ ايش ده؟ كشاف. كيف شغله وقفله؟ طيب ما ادري، كان شغال الحين. ايش هذا؟ ها ها هذا، طول عليه. ريستور. سوي ريستارت. شوف في كاميرا تحت الخريطة. شوف، ايوه كاميرا، ما اقدر اضغط عليها. اضغط ما مدي. طيب امشي ايوه كذا. يقول لك احيانا تحتاج انك تمشي زيادة، يعني قضاء يعني للامام عشان تتخلص من مكان ضيق، ايه عشان ما تنعزك في المكان. اقسم بالله جاب لي ضيقه تحكم. يعني اسمع، اللعب معقد يا رجل، ما ديك تلف كويس، لازم تاخذ اللف كذا غلط. عشان انت بحفر كذا، ايه لازم كذا، انت خليك ماشي على قدام ولف. هاي ايه بس يا اخي، كلمني معاك. فاهم ايش اعتبر نفسك كذا حقيقي. تيرن راوند، اقول لك لف. ايش اضغط على الماب. هذا حجر. حجر. طيب جرين اروز، دوبك توريني الماب قد شفته من اول. قول لي ايش؟ اخذ صورة في النقطة الصفراء. كويس انك قريتها، ما كملت. لما نوصل المنطقة الصفراء دي يقول لازم اخذ صورة. هاي اروح اروح امشي. اقعد بعد كل شوية افك الخريطة شوف انت وصلت ولا لا. يا ابني لا، ده بدا بطيء، شوف كيف قاعد يمشي. مو بطيء، انت امشي بظبوط، يعني اكسرها يمين في يسار كذا. ايه زي كبر اللفه، كبر اللفه. المرض يلف. ايش هذا؟ هنا 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 هنا، خذ صور. هذا قبر ده ولا ايه؟ شنطه شخص. شنطه دي ولا ايه؟ يقول دحين لف ورا عشان تغير الشريط حق التصوير. خلص هذه الصورة. بقي لك أربعة. خلاص. فك الخريطة. فك الخريطة. أنا الآن خلاص أخذت صورة المكان ده، يلا بينا. يا سلام. روح شوف شيك الشنطة هذه ايش فيه؟ سيفور يوت. ايش هذا؟ طب دقيقة، هذه مو شنطة، ده ضريح أظن يا شيخ، مو شنطة. طب طلع شنطه، هو ما له روح. خلينا شيك الخريطه عشان اروح يمين ولا يسار. كله نفس الطريق. يلا روح. يمين. احنا مع المسلمين، نروح يمين. او يمكن هذا الباين انه كله يد نفس الطريق. يقول لي انت تاخذ صوره لكل ملف. ايوه تقدر تحرقه. فاهم؟ فانت كل شوي عشي. تذكر انك تعبي
شو اسمه ده الفيلم عشان عش 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 يقول لا عشق الكاميرا. انا عايز اقول معاك ده هذا مش ما في شفت الله شفت اوه شفت دوب يقول لي ايوه فاستر دوب يقول لي الرم يقول لي هذا شفت هذا يطير على لساني يا سمعني ايش في يقول لي الفلاش حقك انتهى فلفه وعبيه الله 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 اشحن 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 الفلاش طلع شاحن كمان يلا كويس عشان اللعبة معاك ده يا واد لف 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 اكسر اكسر انا عايزك اكسر ايوه اكسر كده روح ايوه اكسر قاعد اعتبر نفسك كانك تعبان يمين يسار يمين يسار في صوت نبضات ايه في صوت في صوت والله يا خوف المشيات البطيئة دي حتفجع اهلنا فجعة والمنطقة الثانية انا هنا حلو طيب في يمين وفي يسار اروح من اي الطريق ايش رايك ناخذ الطويل ولا القصير والله شوفي انا شايف يسار يوديك اسرع فانت روح يسار هو ما في شيء ترى ما في مكان يعني له نهاية ترى كلها عقد في عقد فانا اشوف اني امسك الطريق هذا اللي فوق اللي ماشي سيده كذا شايفه بلفه ايوه ايش هذا في شيء ورا لا ما في شيء ابي امه ده طيب روح روح امشي سيده امشي سيده روح يمين ايوه هنا يمين 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 ايش if something attacks you flash it by doing a photo احا لا يا لا يا يقول شيخ لي وانا الحق الحق اصوره عشان هذا هذا والله كذا والله راح يمين راح اذا جاني شيء يقول لي ايه بهجم عليك ادي له اهدى الحق صوره يمكن ما انتبه ايش ده ولا انفجعت الله ينكبك الله ينكبك يقول لي النقاط الصفراء الخريطة ما تظهر لك الا لما تقرب من الاشياء فدائما شيك على الخريطة شيك على الخريطة اوه يعني انت حتلف الماب كله تعرف شو المشكلة؟ لو في شيء هجم عليه يمكن ارجع ولا الكشاف طفى المشكلة لو هجم عليه شيء والكشاف طفى ايوه ايوه بعدين تخيل انفجعت تقول لك صور طب انا انفجع ولا اصور ما في شيء استنى امشي امشي سيدي امشي سيدي قال لي شيك على الخريطة بشكل مكثف يلا ما في شيء بام 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 ايوه صح شيك شيك عشان ايش النقاط الصفراء تبين لك الحين شيك شيك ما في شيء امشي زين زي ما احنا سيد ولدي سيد بني انت بني دي واحد لشيكه ايش ده لفت الطرق في الخريطه ما في ثلاث طرق لا لا مو هي مو ثلاث طرق هي ايوه اسمعين مرق عارفه روح يمين روح يمين روح يمين في طرق اكثر نستفيد انا الكشاف خايف يطلع علي هنا وفي شيء هيهجم علي فشكله استنى روح روح اي روح يمين هنا انت امشي مو شرط تجري بنمشي لا العب العب لعبه الدوده اي هي زي كذا في صوت صور ولا يد ول كشاف الكشاف الكشاف جهز الكاميرا جهز الكاميرا جهز الكاميرا يا هم كشاف يا ود بو 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 انتو روح وراه ولا افقع شوف الخريطة شوف الخريطة الخريطة طيب الخريطة في نقطة قدام حلو 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 امشي 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 اسحب الام اسحب لا لا مو هنا مو هنا من فين انت جيت ولا هنا هنا يا ابني يلا روح روح الله انت احمد صورته 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 ريلود 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 شوف الصور والله صورته ايوه حلو 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 بغير ثلاث صور يلا امشي في النص هم اليمين؟ لا مو يمين وش هذا هو؟
ايوه ها هذه ايش هذه صورها هي دي فك الخريطة ايوه يا سلام وين راح جسمه ذا؟ اعمل ريلود اوه صور هو في الريلود هو في الريلود طب ما يجني ابن ال حرام والله كان صورة الوجه واضح الكشاف حيطفي دحين اتوقع انا ما اتحرك من هنا بس انا كلب هذا يجي واحد يجي المكان قاعد يتغير المكان قاعد يتغير شم شم شمش ايوه صح انا فين رحت؟ فين الشنطة؟ فين الشنطة اصلا اختفت؟ يا ابوي انا فين؟ فك الخيط فك الخيط يا ابوي كيف كذا؟ ياه هذا رجعك ورا جرك يكون جرك لا يا شيخ جا جا جرك شوف النقطة الزرقاء لا لا انا الاخضر يا شيخ هو سحبني على تحت ايه ايوه اقول لك جرك هو جرك تعال ابنك كلب خطوات شو خطوات قدامك في شنطة انتبه يا كلب هو يا ولد مو شنطة هو طيب 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 وقف امشي بشوي حلو 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 روح روح هذا شغله ده ترى هذا الحين انت قصني هنا من بعد ما قلت لك حلو حلو روح قص لين ما توصل يا واد دم دم اصحابك ميتين هنا انقتلوا شكرا سمعت صوت واحد وراي. ايه هو كيف تعب الصغير؟ انت ما قاعد تجري، ليش تعب؟ تابي انت قاعد تصوره ولا قاعد تخوف ولا ليش؟ انا قاعد اخوف الكلب. حلو حلو روح هاي روح يمين على طول ها؟ ايش هذا اللي شفته دول؟ يا حجر يمكن يا اخي ايش اللاعب المعاق هذا؟ يا ولد هو مو معاق هو من جد معيشينك انت في كهف من جد ايوه يا روح ايوه زي كده ابن الكلب حلو حلو كم حلو حلو روح شنط 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 صور صور هي دي ولا فوق الخريطة فوق الخريطة يا ابني ايه ايه تو ليفت هذه الاهداف اللي المفروض صغيرة الاهداف انا حسيت حلو يلا باقي لك اثنين هاي عندك انت هذيك اللي ضيعتها ما يصور ما يصور صور انت ما سويت ريلود الله يقلع امه هذا كمان لقى اضغط له كل حاجة ركب قفل رجع قفل ما ادري حبيبي ايوه ايوه اخيرا جماجم اموت لو ضربني ريلود ريلود فك خريطة لسه لسه ما باين لك من هنا اخيرا قربنا من النهاية ان شاء الله ما يطلع لي المصخوط دوك حول ولا قوة الا بالله خيرا يا جماعة خيرا لقيت الأخيرة
ليش باقي طيب؟ ارجع المكان اللي جيت منه ولا؟ يب بشكل حال ارجع المكان اللي جيت منه. ايش في؟ قضيت فيها 16 دقيقة. في النهاية يقول لك ما في ولا واحد غامر للكهف هذا ورجع مرة ثانية حي. بسبب عدد اختفاء الصحفيين اللي يروحوا العالم، أغلقت الشركة اللي سوت الكهف، قفلت الكهف بالكامل. أقول لك زي قالت بحريقة الباقي كله، أقفل الكهف وأنهي الموضوع عشان ما حد يخش تاني ولا يموت ولا يختفي. طيب يا جماعة كده كنا وصلنا لنهاية المقطع، تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونشوفكم إن شاء الله بعد فترة طويلة بعد القطعة أشغال وكده وعيزة ما تعرفوا. وزي ما قلت لكم كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك والسلام عليكم. إن شاء الله. الله 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 الله.